السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة يا ريت تشترك معانا، هتلاقي مواضيع مهمة جدا تهمك وتهم حياتك، يا ريت تشترك معانا عشان تشوف المواضيع ديت، واعمل لايك للفيديو ده، يا ريت يا جماعة لايكات للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. هتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا جدا. طبعا في ناس كتيرة من المصريين ومعظم الناس وده موجود فيهم القولون العصبي. القولون العصبي حاجة مهمة جدا والناس كلها بتعاني منها، وعشان كده أنا النهاردة هتكلم عن حاجتين مهمين جدا. إيه هي الحاجات المهيجات للقولون العصبي، وهي المهدئات اللي ممكن تستعملها. وأنا لما بقول المهيجات يبقى أنا كده بقول حاجات علشان خاطر تبقى انت فاهم ايه اللي بيهيج القولون العصبي وبالتالي ما تستعملوش. طيب عايزين نحط الامور بقى اللي احنا بنقدم لك فيها، بنتكلم لك عن المهيجات والكلام ده كله، بتبقى مهمة جدا عشان خاطر نحط حد للتهيج والاعراض المرعرف زي الامساك والاسهال والغسالة زاد والانتفاخ والام البطن. كل الحاجات دي لازم تعرفها عشان خاطر تتجنب القولون العصبي. في بقى طبعا مهيجات القولون العصبي، في اول حاجه الغذاء، الاكل اللي احنا بناكله. ايه المهم؟ ايه اللي في الاكل بيهيج القولون العصبي؟ وفي بقى الاطعمه ديت اللي بتسبب اسهال، الاطعمه اللي بتسبب اسهال مرافقه للقولون العصبي، ودي زي مثلا انك تاكل او تتناول الياف اكتر، والالياف دي ما بتبقاش دايبه في الميه زي قشور الفواكه والخضروات. وانا بقول دايما ان الخضروات لازم تتغسل كويس جدا لان بيبقى فيها عليها ميكروبات. في الاطعمه الدهنيه، الدهون اللي موجوده في اللحوم زي مثلا الفراخ، برضه ما حدش تشيل القشره بتاعت الفرخه او جلد الفرخه علشان خاطر ده مليان بدهون. وطبعا اللحوم الحمراء واللحوم اللي موجود فيها قطع من الدهون كتيرة. وطبعا في حاجات زي الألبان، الألبان برضو موجودة فيها دهون كتيرة. في مشتقات الألبان زي المرضى اللي ما عندهمش قدرة، في ناس عندهاش قدرة انها تتحمل اللاكتوز. وفي الأطعمة اللي فيها قمح، دول عند المرضى اللي عندهم حساسية من الغلوتين. وفي المشروبات بقى اللي فيها شوكولاتة أو كحول أو كافيين أو سكر الجلاكتوز. في بقى مهيجات تانية بس بيبقى مصحوبة بإمساك. احنا اتكلمنا اللي فات عن الحاجات اللي بتعمل إسهال، ودي في بقى المشروبات الغازية بقى دي لان فيها فركتوز والسوربيتول، دول مش بيحبهم القولون العصبي ودايما بيزودوا مشاكل القولون العصبي. الفاصوليا من الحبوب الغنيه بالالياف، ولكن ممكن بتسبب غازات، دي بتزعج الجهاز الهضمي. في بقى القمح والشعير، دول بتحتوي على الغلوتين اللي بيؤدي الى اضطرابات هضميا عند الافراد المهيئين جينيا. في منتجات الالبان اللي بتزيد من اضطراب الجهاز الهضمي بسبب وجود اللاكتوز. بنستثني من هنا الزبادي عشان احنا داخلين على رمضان، الزبادي بيكون استثناء. لو انت خدت بالك انا اتكلمت عن حاجتين، عن الحاجات اللي فيها اسهال والحاجات اللي بتعمل امساك. لو انت خدت بالك من الاثنين هتلاقي مشتركين مع بعض في بعض الحاجات، فتجنبهم لو كنت بتعاني من اضطراب القولون العصبي بيعمل لك اسهال هتعالجه، لو كنت بتعاني من اضطراب القولون العصبي بيعمل لك امساك هتعالجه. طيب في بقى الادويه، في ناس كتير بتاخد ادويه، احيانا الناس بتاخد الادويه من غير ما تكون عارفه ان هي بتعمل لها مشاكل. مثلا يعني بعض الأدوية ممكن تسبب إمساك وإسهال وده بيزيد من تهيج القولون العصبي. في المضادات الحيوية اللي بتستعمل لفترة طويلة من الزمن، وفي أدوية الاكتئاب
الناس اللي بياخدوا الادويه ديت بيبقوا عارفينها، اللي هو منهم الاميتريبيلين، وفي الادويه اللي فيها السربوتوليا اللي فيها السربوتول زي شراب السعال. في بقى مشكلات نفسيه، في مشكلات نفسيه بتعمل تهيج للقولون العصبي، ده لما بتشعر بتوتر وقلق وخوف، والمشاعر دي بتيجي من مصادر مهمه جدا، العمل بتاعك، في الناس اللي انتوا عارفين زمايلك اللي بتشكوا دول، ومشكلات المنزليه طبعا، الستات عاملين مشاكل منزليه وعوائق ماليه والمشاكل بتاعت الحياه. هنتكلم برضو عن طرق ان احنا نقاوم فيها ونهدئ فيها القولون العصبي. لازم تعرف تشرب، تعرف ازاي انك تهدي القولون العصبي. تشرب ميه بما يعادل 8 كوبات في اليوم، وما تشربش كافيين كتير ولا كحول، والافضل انك تبعد عنهم، بس في ناس ما بتقدرش تتخلص منهم. وفي تعتدل في تناول الالياف، ده من تعتدل في تناول الالياف ضمن الوجبات الغذائيه زي الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات. تعمل تمرينات استرخاء كده او ممارسه رياضه بانتظام لتقليل القلق والتوتر. تناول الادويه المضاده للتشنج اللي بتقلل من تقلصات البطن والاعراض التانيه، بس بعد ما تستشير الطبيب. تناول الملينات في علاج الامساك للقولون العصبي، والادويه المضاده لحركه وتقلصات عضلات الامعاء اللي بتقلل من الاسهال المرافق للقولون العصبي. نصائح بقى انك انت عشان تخفف من القولون العصبي، ما تسيبش وجبه من وجباتك اليوميه، ولازم تعمل كل وجباتك في المنزل، بلاش الاكلات الجاهزه دي لان كلها مشاكل، وتمارس رياضه وتظبط بالظبط ميعاد الوجبات بتاعتك، وما تاكلش اكتر مرات فواكه في اليوم، وابعد عن الاطعمه اللي احنا قلناها اللي بتهيج القولون، وما تاخدش الاكل تحت اي ضغوط زي يعني وانت بتسوق او انت في الشغل. ابعد عن التدخين وشرب الكحوليات، وقلل من الشاي والقهوه، خلوهم اقل من 3 اكواب في اليوم، وما تاخدش الطعام سخن قوي او بارد قوي. في ستات الله يبارك لهم تعمل الاكل يبقى ملاها اللي بتيجي تشربه يبهدل لك الدنيا، لا، تجنب الاكل ده والطريقه دي، صدقني ان شاء الله هيبقى القولون عندك احسن، وحياتك نفسها هتبقى احسن. طبعا اي اسئله الناس اللي بتسالني برد عليها على طول، وبنصحك تروح لاي دكتور او ايه اللي انت تسال فيه. هبقى سعيد جدا بوجودي معاكم، اتمنى انكم تتابعوني، وان شاء الله اي اسئله تحت امركم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.